بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. أعتقد برنامج مع القادة إذا أراد أن يتكلم عن قادة فعنوان حلقتنا الليلة رسول الله قدوتنا القائد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أي إنسان عايز ينجح في عمله، يرفع من قدره، يعلي من شأنه، يخدم بلده، لابد وأن يدرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، يعني أي إنسان إذا أراد أن ينمي موهبة عنده يذهب فيقرأ أو دورات تدريبية أو كورسات معينة، لكن هل أحد منا فكر كيف يدرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي إنسان عشان ينجح محتاج أربع حاجات يكونوا متوفرين فيه: قلب نظيف، وعقل سليم، وعلم صحيح، ولسان لا يجرح. ناس كتيرة جدا جدا عندها اللسان وعندها العلم وعندها القلب، لكن عقله لا يجيد أن يفرق بين كل هذا، مش هينجح. طب لو جبت إنسان عنده عقل ولسان وعلم بس قلبه أسود، يعطيك من ذا اللسان حلاوة ويزوغ منك كما يزوغ الثعلب، الاستحالة ينجح. طب لو في قلب وفي عقل وفي علم بس لسانه يجرح، كلامه تقيل فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أي إنسان عايز ينجح في حياته يبحث عن علم ثم حلاوة في اللسان، فكل الجروح لها التئام ولا يلتئم جرح اللسان. رسول الله قدوتنا. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي يبين لنا أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل كتب السيرة، ركزوا معي في الجزئية دي، ما فيش كتاب ولا عالم أيا كان في أي زمان أثبت لنا أن رسول الله ولد يوم كذا، تاريخ كذا، سنة كذا. الحاجة الصحيحة فقط بس هو ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم: ولدت يوم الاثنين. في أي شهر؟ مفيش تحديد، مفيش إجماع. في أي يوم؟ مفيش إجماع. بعض أهل العلم قال كان ميلاد محمد يوم 9 ربيع الأول، منهم من قال 12، منهم من قال 18، حتى الشهر مختلف فيه، منهم من قال ربيع الأول، ومنهم من قال شعبان، ومنهم من قال رجب، ومنهم من قال رمضان. إذا ليس عندنا على اليقين تحديد يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا يقينا يوم الوفاة. يوم الوفاة كان في 12 من ربيع الأول، هذا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنت المدينة بل بكت الدنيا كلها على أكبر مصيبة، وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معنا معالي المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية. معالي المستشار، أخبار حضرتك؟ كل سنة طيبين، كل سنة ومصر طيبة، وأخواتنا المسلمين والمسيحيين كلهم طيبين. بمناسبة الذكرى العطرة لمولد النبي عدو الله علينا وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات. معالي المستشار، بداية اتصال حضرتك يعني لي الكثير. هذه مصر الطيبة العطرة، ها هم أقباط مصر مسلمين ومسيحيين إلى الأبد إن شاء الله، أخوة لن يستطيع أحد أن يزرع فتيلا أو فتنة بين المسلمين وبين المسيحيين. شكر لمعاليك الأول على الاتصال، اتفضل معالي المستشار. ليس غريبا على أقباط مصر ومسلمي مصر هذا التلاحم وهذا الترابط. أنا هقول لك حاجة، اتفضل. من 86 يعني من حوالي 30 سنة أو أكثر، تمام، كان البابا قداس بابا شنودة الراحل كان استنى سنة يعني صارت عليها جميع كنائس مصر، وهي إقامة المواعيد الرمضانية في شهر رمضان. الموائد الرمضانية من عام 86 86 من عهد البابا شنودة الثالث، شيء جميل. وبعد كده صارت جميع الكنائس في من
أسوان الإسكندرية لإقامة هذه الموائد الرمضانية، وكان حاجة جميلة جدا الحقيقة نفتخر بها. إحنا برضو كمصريين الكنائس كثيرة جدا جدا، وإحنا الحقيقة بنحتفل بالمولد النبوي الشريف. هي أنا يمكن هتستغرب إن أنا كنت أذكر يوم الجمعة أول إمبارح، أنا كنت بإيدي وبنفسي بوزع حلوة المولد على إخواتنا وأحبائنا في عندنا في المكتب وفي المنظمة عندنا، وكنا فرحانين جدا جدا جدا، وكان يوم جميل يعني هذا اليوم، وده مش غريب على المصريين الحقيقة، ومش غريب علينا على الإطلاق، والناس العالم كله بيحسد هذه فعلا اللحمة وهذا الترابط وهذا يعني الربط إلى يوم الدين بإذن الله. معالي المستشار، أنا شاكر لمعاليك لمسة جميلة من صديق جميل أعتز بك في برنامج مع القادة، ما من مداخلة إلا وفيها لمسة إنسانية. شكرا معالي المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية. تحت أمرك. مشاهدينا الكرام، يعني أي إنسان عايز ينجح لابد أن يدرس سير الأنبياء. كل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، الجميع نؤمن به، الجميع مرسل من عند الله، الجميع أدى ما أمره الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم يوم الولادة ليس معلوم يقينا عندنا، أما يوم الوفاة هذا هو المحدد. لذا البعض الشيوخ منهم من يقول الاحتفال بالمولد النبوي جائز ولا شيء فيه، البعض الآخر ذهب إلى أن لا، الاحتفال لم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة لم يحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس بين مؤيد وبين معارض لهذا الأمر. لكني أقول للجميع ما تيجي نخلي كده احتفالنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نحتفل بإقامة سنته بيننا. يعني أنا أتعجب لأخ يأكل ميراث أخته وفي يوم ولد النبي يودي لها علبة حلاوة. لا يا عم ما توديش حلاوة، اديها ميراثها، اديها حقها. إذا أردنا أن نحتفل بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى جنازة يهودي فيقف لها صلى الله عليه وسلم فيقول يعني ده يهودي، قل أليست نفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا من آذى ذميا أيا كان أهل كتاب ويؤذى من مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة. نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتصر لنفسه. تعالى كده يا جماعة، أي حد يسب في الدين يلعن في مصر محدش منا بيتكلم ولا يرد عليه، إنما يقول لواحد منا أبوك أو أمك تقوم الدنيا ولا تقعد إلا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط. أي حد يؤذي النبي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الإساءة بالإساءة، لكن كمان بيّن لنا العكس. أمرت ولا يأمر النبي إلا ربه سبحانه وتعالى، أمرت أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أحسن إلى من أساء إلي. هذه هي خلق محمد صلى الله عليه وسلم. يا من أردتم أن تحتفلوا بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أديتم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هناك خير إلا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان رسول الله قدوتنا. نعود إليكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية تحت عنوان رسول الله قدوتنا. لكن أمس كانت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ذهبت إلى محافظة سوهاج، وأنا كنت معهم للأمانة. هذه المحافظة رأيت فيها شيء جميل، بتتكلم عن ناس بتحب بلدها بجد. من ضمن الأشخاص اللي كنت سعيد أن احنا نذهب إليه في بيته في داره، وبيسموه في محافظة سوهاج بيت الأمة، هو معالي اللواء حازم الحمادي الخبير الأمني، هو معنا على الهواء مباشرة. السلام عليكم سيادة اللواء. السلام ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا يا مرحبا. ازيك يا دكتور؟ أنا دكتور عامل إيه؟ الحمد لله، أنا سعيد جدا جدا بمعرفة حضرتك. سيادة اللواء من سلالة وعائلة سياسية،
بس سؤال لي امس قبل ما ندخل عند حضرتك في المقر، قالوا ان هو ده بيت الامه اللي هو فيلا حضرتك اللي هي على النيل، اللي هو التراث اللي انا ما شفتوش فعلا في مكان تاني في مصر بهذه الروعه والجمال ما شاء الله. لماذا يسمى هذا في سوهاج بيت الامه؟ اقول لحضرتك احنا طبعا مبدئيا انا سعدت بزيارتكم لنا هنا في سوهاج، لان انا باسعد باي حد وطني بيحب بلده بيشتغل لصالح مصر واستقرار مصر وامام مصر، انا ببقى معاه بقلبي وكل مشاعري، ببقى معاه بكل احساسي. فبسعدت جدا بيكم كمجموعه وطنيه، طبعا برئاسه الدكتور عبد العزيز كان هناك موجود، فناس كلكم وطنيين بتحبوا مصر، عشان كده انا كنت سعيد بزيارتكم يعني. سياده اللواء يمكن معانا صور من عند حضرتك من البيت، وصور للعائله، وصور لسعد زغلول، وصور لرموز مصر القديمه. الصور معانا على الهواء مباشره حاليا. هو طبعا بيسموه بيت الامه ليه؟ لان هو اصلا احنا ما انا مش انا كنت عضو مجلس الشعب لغايه سنه 2011، قبليها ابويا عضو مجلس نواب، جدي كان عضو مجلس نواب، يعني انت كده السلسال اللي فوق كله بيت خدمات، فهو دايما بيبقى مفتوح لخدمة الناس من على تاريخ القديم كله. تمام. فبناء على ذلك سموه بيت الأمة، هو مفتوح طول عمره للناس، وأي حد بيعوز حاجة بتتعمل له، بيشرب حتى لو مش عايز حاجة بيجي يشربنا ويقعد معانا. عشان هذا من طرف سمي هذا المسمى يعني. إنما يعني إحنا نسعد جدا بإن الناس تقول عليه بيت الأمة، وهيظل بيت الأمة وفاتح ومفتوح ابوابه دائما لخدمه اهالي مصر كلها مش سوهاج بس باذن الله. للامانه كنت سعيد جدا جدا بتواجد الكل يعرف ان هذا بيت الامه، والمقابله الجميله من حضرتك وكرم الضيافه، وفعلا المصري الاصيل بمعنى الكلمه. الله يخليك يا سيدي. ده احنا اتشرفنا بيكم بصراحه يعني، انا سعدت جدا، بس للاسف يعني ما انا ما اعرفش الا انت ان انتوا جايين الا قبل ما تيجوا بنص ساعه او ساعه. من ان ابقى اعرف قبليها بيوم او اثنين كنت هبقى يعني استقبال هيبقى اقوى من كده كتير يعني. انا كنت اتمنى حضرتك تكون موجود معي على الهواء مباشره، لكن ان شاء الله الايام جايه ان شاء الله قيمه وقامه مثل حضرتك لابد برنامجنا مع القاده ان نتعلم منه كيف تدار الامور. سياده اللواء، كيف ترى مصر الان؟ ان شاء الله. خلي انا عايز اقول ارى مصر انها في تقدم وفي استقرار وفي نمو، وعايزين نقول للناس يا اخواننا يا ناس يا شعب مصر الغالي، انظر للرئيس عبد الفتاح السيسي، شوف ما هو المال الذي يفعله. هذا رجل نزيه وامين ومخلص وبيحب مصر، وبيعمل المشروعات كلها لينا لاولادنا هنحس بيها. انا مش عايز اسمي المشروعات دي، لان انا بقيمها وبعرف انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. بيعمل مشروعات للمستقبل القريب والبعيد، لان احنا مصر كنا وصلنا لمرحله البنيه التحتيه ما فيش اقتصاد، ما فيش اقتصاد واقع، الاستثمارات ما فيش، الكهرباء كانت بتنقطع على طول، يعني كان هنقول مشاكل كلنا احنا عارفينها وكنا عايشينها. اعتقد كل المشاكل دلوقتي بدات يعني تزال وتلتمحوا. فاحنا بنقول ايه؟ يا شعب مصر الغالي، اصبروا على الراجل ده شويه، اصبروا على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشوفوا نتائج هذه الاصلاحات الاقتصاديه، تشوفوا نتيجه المشروعات التنمويه اللي بتتعمل، هنجي نستمرها سوا قريب، وهتسعدوا بيها، وكلها هتبقى لمصلحتنا ومصلحه اولادنا ان شاء الله. سياده اللواء حازم حمادي، شكرا لحضرتك على هذا المداخله، وشكرا لك على كرم الضيافة امس. مشاهدينا الكرام، محافظه سوهاج للامانه ما دخلنا المحافظه فيها حركه وفيها شغل وفيها صيانه. تطلع من بره المحافظه مباشره على النيل في صيانه وفي حركه. بس في حاجه دايما كل زياره واحد يحط عينه على ايجابياته ويبقى فرحان بيها، وبعض الاشياء. طريق سوهاج الغربي، المسافة ما بين المنيا وما بين الفيوم ما تنفعش بأي حال من الأحوال. عندنا شبكة طرق جميلة، الطريق ما بين أسوان، ما بين سوهاج وأسيوط جميل، ما بين أسيوط والمنيا جميل، أما ما بين الفيوم والمنيا حدث ولا حرك. يمكن أنا كنت مسافر لوحدي بعربيتي وراجع لوحدي، للأمانة لو ما كانش الواحد ياخد باله ممكن يعمل ألف حادثة في الطريق. الطريق غير منضبط. مشاهدينا الكرام، عنوان الحلقة رسول الله قدوتنا، والاحتفال أو الاحتفاء بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نسمع أكثر من رأي معانا. معانا الهواء حاليا الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أسعدتني وشرفتني باتصال معاليك. والله شرف لي يا فندم، ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ، حضرتك شايف الاحتفال او الاحتفاء بذكرى ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الامر شرعا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وسلام ويوم وبركات، وأسأل الله عز وجل أن يجمع الأمة على الحق والعدل يا رب يا رب العالمين. قضية الاحتفال يعني قضية الكل بيتكلم فيها وبيدلي بدلو، لكن أنا عايز أقول حاجة، إن إحنا عايزين نقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر مولده الكريم عليه الصلاة والسلام، إن إحنا كلنا ننسى الخلافات وننسى يعني وغر الصدور وننسى أحسن. ما بيننا من شقاق، ونجمع الأمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة حبيبه. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن، الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ممزقة، دماء المسلمين في كل مكان على أرض الإسلام، بيد أبنائها وبيد غيرها ممن لا ينتسبون إلى الإسلام، وبيد أبنائها المنافقين الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. فضلت الشيخ، بس أنا عايز أكون محدد، بس أنا عايز إجابة بالنسبة للاحتفال نفسه. في شهر رمضان، أنا جيت حضرتك، في شهر هذا الشهر العظيم، دعوة للحب، ودعوة لنبذ الخلاف، ودعوة لنبذ الفرقة. تمام. نقدم ده هدية لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة عليه الصلاة والسلام. الله هو الذي قال لنا ذلك. لكن انظر إلى الأمة الآن، الأمة الآن ممزقة ومشتتة، ودماء المسلمين تسيل في كل مكان، ونحن نتكلم عن الاحتفال بالنبي، هل هو بدعة وهل هو كذا وما إلى ذلك من هذه الأمور. أخذونا إلى يعني مسائل خلافية تبعدنا حتى وتجعل يعني شيخنا الاحتفال نفسه في كلام ولا شرعا جائز؟ الاحتفال انك تحتفي بالنبي وتجعل سيرته امام عينيك تقتدي به، ده في كل يوم وليس في شهر ربيع. طيب خليك معايا فضيله الشيخ يحيى، خليك معايا ثواني. معايا فضيله الشيخ سامح عبد الحميد الداعيه السلفي. فضيله الشيخ سامح، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانت بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه، مرحبا. انا عايز اسمع راي حضرتك فضيله الشيخ عن الاحتفال بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والله يا استاذ، باختصار نخش في الموضوع مباشره. احنا مرتبطين بالصدع، والصدع اللي نقله النبي صلى الله عليه وسلم معايا. ف النبي لم يحتفل بهذا الاحتفال، ولا الصحابه ولا التابعين ولا اباته الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل. فاحنا مرتبطين بالجيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن بعدهم. فهل النبي، هل الشيخ اللي معاك او اي شيء يثبت النبي كان كل سنه بيعمل حفل؟ فضيله الشيخ سامح، فضيله الشيخ سامح، معانا حبيبك فضيله الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الازهر. اهلا وسهلا، مرحبا. انا بسال الشيخ، هل يثبت لي ان النبي كان بياتي صلى الله عليه وسلم في 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 مولده يقول يلا يا جماعه نحتفل بالمولد؟ هل الصحابه عملوا مولد؟ هل ابو بكر رضي الله عنه كان بيعمل لكل سنه مولد النبي؟ هذه اعياد مخترعه. فضلت الشيخ سامع، فضلت الشيخ سامع، اتمنى بس خلي الحوار معايا انا. انا عايز اعرف كلمه حضرتك، الاحتفال جائز ولا حرام؟ الاحتفال مبتدا حرام طبعا، لا يجوز حرام. الاحتفال. طب خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا فضيله الشيخ سامح، خليك معايا. فضيله الشيخ يحيى، يمكن فضيله الشيخ سامح بيقول ان الاحتفال من الاصل حرام، راي حضرتك؟ هو انا تحياتي للاخونا الشيخ سامح، يعني اخ عزيز وفاضل، وانا متفق معه تماما فيما قاله، انه لم يرد عن النبي ولا عن صحابته ولا عن التابعين انهم احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أردت عندما تكلمت أن نترك هذه المسائل الخلافية التي تثير البلبلة عند الناس، ونقول إننا يجب علينا أن نحتفي برسول الله، أن نتخلق بأخلاقه، أن نترك الخلافات وأن نلغي العنف وأن نلغي كما إلى ذلك. طب شيخ يحيى، يعني نحتفل ولا نحتلف؟ يعني شيخ سامح قال لك لا احتفال، رأي حضرتك أنت نحتفل ولا لا؟ ما أنا قلت نحتفل كل يوم بميلاد النبي، أن نتبعه في سنته. يعني نحتفل كل يوم وليس في 12 ربيع الاول. تمام، كلام جميل. طب الاحتفال المقام عندنا خاصه على مستوى مصر كلها وربوعها لا يحدث الا في الربيع الاول.
اللي هو ايه؟ لا 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 يجوز، لا يجوز هذه الاحتفالات، لان ديت مظاهر غير عربيه، احتفال بعيد الميلاد. وهل عملنا عيد ميلاد لابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه؟ هل يعني دي مظاهر بصراحه؟ وبعدين يا استاذ دي بتفرغ الدين من من جوهره الى مجرد حلاوه وعروسه المولد والحصان. ايه اللي داخل العروسه المولد والحصان في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فدي تلاقي نفسك بس اللي مرتبط في اذهان الناس بالاحتفال مجرد حلاوه المولد. وبعدين معلش بنجد في المقاطع مظاهر بقى العوام الصوفيه وهم بيرقصوا والستات بترقص وتغني، هل هذا احتفال بحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني هذه المظاهر البدعيه، المظاهر المحرمه، المظاهر المخترعه، كلها خارج الدين وكلها لا تمت ابدا للدين الاسلامي. ان احنا نحول ذكرى عطره ويعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته وقامته وافضل انسان مشى على الارض الى مجرد احتفالات ويعني فوليه وملبل وعسليه والكلام ده. فضيله الشيخ سامي، حضرتك ترى ان لا داعي للاحتفال بالحلويات سواء عروس حصان ايا كانت؟ ما اي مظاهر الاحتفال، اي مظاهر، هذا اليوم لم يرد عن النبي. احنا مربوطين بسنته صلى الله عليه وسلم. عفوا شيخ سامي، الان واجب علينا ان احنا نقرا سنته وان احنا نتذاكر في صحيح البخاري احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من مظاهر حبنا للنبي وحبنا للشارع، مش احتفال بعيد ميلاد مخترعه. طب شيخ سامي خليك معايا، شيخ سامي فضيله الشيخ يحيى، يعني شيخ سامي لك حتى الحلوى عامه عروس حصان ايا كان بهذه الاشكال لا يجوز. هو بس يعني انا مش عاوزين يكون في تشدد وغرور من باب ان هي الناس اعتادت تعمل ده، وهو ده الوحيد المظهر اللي بنحتفل بيه بالنبي، فده لا يجوز. لكن من باب التوسيع على الناس، التوسيع على الفقراء وعلى كذا، ما يجيك الامر فيه اباحه. لكن انا متفق تماما مع سامح ان سيدنا ابو بكر كان اكثر حد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بعد ما مات النبي لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا امام شرعا بدعه واضحه. ومساله اكل الحلويات، مساله اكل الحلويات والحاجات ديت احنا ممكن ناكلها طول السنه. يعني انا عندي هنا في الاسكندريه كل الحلويات دي موجوده طول السنه، انما لو انا اكلتها في اليوم ده بالذات يبقى ده مظهر من مظاهر المشاركه، يبقى تحولت من مجرد طعام عادي مباح الى مشاركه، واخد بالك؟ يعني الشمعه مثلا ممكن انورها في الضلمه وممكن اعملها شمعه في عيد ميلاد، عيد الميلاد ده برضه اعياد مخترعه، انما ممكن اشغلها في الايه في منور يقطع. كذلك الحلوى اللي منتشره ديت انا باكلها في اي وقت، اشمعنى ناكلها؟ هل هي بتبقى مباركه يعني في هذا اليوم؟ شيخ سامح يمكن الشيخ يحيى بيقول لك ان من باب التوسعه على الناس، يعني ناس تفرح بتاكل. نفرح طول السنه كلها وندي هدايا ونعمل حاجات جميله للنبي صلى الله عليه وسلم، انما الاشتراك في هذا اليوم، هل ورد عن الصحابه والتابعين والسلف الصالح ان هم كانوا بيوزعوا حاجات في اليوم ده؟ لا. حكم من في نقطه مهمه شيخ سامح، حكم نتكلم في مبدا نفسه بتاع الاحتفال، مبدا ده غير اسلامي. يعني انت عندك مثلا عيد الميلاد لغير المسلمين والكريسماس والحاجات دي، فجت في القرون المتاخره ناس قلدوا ناس غير مسلمين وعملوا بقى احنا كمان، طب انتوا عندكم اعياد ميلاد، طب احنا كمان نعمل عيد ميلاد للنبي بتاعنا. فديت بصراحه دي من مظاهر الغربه، وجت في العهد الفاطمي الناس بقت تعمل موالد وبقت تعمل شيخ سامح. شيخ سامح عشان الوقت بس، عايز بس كلمه اخيره شيخ يحيى، الحكم اللي بيشتري الحلوى بيودي هدايا، ايه حكمه؟ حكم من يشتري الحلوى في هذه المناسبة، اشتريت حلوى لبيتي وزعتها القرايب ايا كان اللي حكم اللي عمل كده؟ يعني انا من وجهة نظري الاحتفال بالنبي يكون بالتمسك بسنته، انا هشتري حلوى من باب التوسيع على الفقراء ومن باب ان احنا ادخال السرور على المسلم، يعني فلا تحريم في هذا الامر. شيخ سامح، سمعت الشيخ يحيى بيقول لك يعني بقول له حكم من يشتري الحلوى، قال جائز ما فيهاش حاجة باب التوسعة. نشتري الحلوى طول السنه يا استاذ 365 يوم، نشتري فيهم حلوى ونديهم للناس الفقراء، هو الصدقه في اليوم ده بالذات لها مثلا اجر معين؟ هل ورد في الشرع ان التصدق على الفقراء والمساكين وتوزيع الشربات في اليوم ده؟ اصل خلي بالك لو احنا تساهلنا في يوم زي كده ممكن نعمل برضه مولد للبدوي ومولد، يبقى احنا فتحناها على الكل، فهتبقى طول السنه عايشين موالد، طول السنه موالد. طب شيخ سامح، حكمه من يشتري الحلوى، حكمه من يشتري الحلوى في هذا اليوم؟ لا ما لا يشتريها، لا يجوز انه يشتريها في اليوم ده بالذات، نازل مخصوص في اليوم يسيب السنه كلها ويشتريها في اليوم ده، لا يشتريها طول السنه ويكلها طول السنه بالهنا والشفا. شيخ يحيى عبد المعين من علماء الازهر، فضيله الشيخ سالم عبد الحميد الداعيه الاسلامي، شكرا لكما.
فضل الشيخ سامح عبد الحميد، شكرا لكم على هذه المداخلة، ويظل الإسلام يتمتع بالرأي والرأي الآخر فيما هو غير ثابت عندنا في الدين. يعني في أمور ممكن نختلف عليها في الدين وارد، إنما في أمور أصول ثابتة محدش يقدر يتكلم فيها. مشاهدينا الكرام، يعني الإنسان لما بيأدي عمله ويتقن في عمله ويتوفاه الله على رأس عمله وما فيش تكريم يتم ليه، يبقى في حاجة غلط. المعلم عندنا في مصر مش واخد مكانته. في عندنا في محافظة الفيوم مدرس الأستاذ رمضان محمد أبو سيف، 58 سنة رحمة الله عليه، في مدرسة هورت المقطع بعد انتهاء حصته مباشرة مدرس الرياضيات، وهو داخل المدرسة سقط ميتا. رسالتي الأولى لأي مدرس بيزوغ وما بيأديش شغله، وأي موظف ما بيقعدش في مكتبه وما بيراعيش ضميره، ربما يتوفاك الله وأنت في أثناء العمل، سواء بقى خارج العمل، رايح شمال رايح يمين، ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ طب هذا المدرس مات على رأس عمله داخل المدرسة. المؤسف لم ينال حظا من الإعلام ولا من التكريم. لذا برنامج مع القادة يقول لكل إنسان: تلك هم القادة. رحمة الله على الأستاذ رمضان محمد أبو سيف من محافظة الفيوم، مدرس رياضيات بمدرسة هورت المقطع. أتمنى يكون تكريم من السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وأيضا تكريم من السيد الوزير التربية والتعليم لهذا النموذج حتى يكون قدوة لغيره. وللأمانة يا جماعة أنا هقول حاجة دلوقتي، حاليا اليوم كان في مكالمة مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اتصل من مكتبه، رديت عليه، فالراجل معروف بطيبته، مفيش اتنين يختلفوا على طيبة سيد الوزير اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وإنسانيته وأدبه حتى في الحوار. فالأول قال: كل سنة وانت طيب بمناسبة مولد النبي. فبقول لي: في ايه اللي مزعلك بخصوص المشروعات؟ قلت له: سيادتي اللواء تسمع مني؟ قال لي: اسمع. قلت له: في محافظة الفيوم بالكامل يقال ان السيد اللواء عصام سعد لا يوقع على اي اوراق. قلت له: انا بقولها لك بمنتهى الامانة، وهذا الذي يدور في الشارع الفيومي. قال: انا سمعت حاجة زي كده لكن هذا الكلام غير صحيح. فجأة جاب الأستاذ كمال زعتر، وأنا أعزه وأحترمه وأقدره، قال له: يا أستاذ كمال، عندنا أوراق متأخرة في مكتبي. أستاذ كمال قال له: لأ. قال له: خد كلم رمضان. سلمت على أستاذ كمال وقال لي: إحنا ما عندناش أي أوراق موجودة عند مكتب السيد المحافظ، مفيش تأخير عندنا خالص. السيد المحافظ خد التليفون كلمني تاني في وجود الأستاذ كمال، قال لي: تيجي تفتش في مكتبي؟ قلت له: عفوا معالي الوزير، لكن أنا بنقل لحضرتك اللي حاصل واللي يقول الشارع الفيومي إن السيد المحافظ لا يوقع الأوراق. قال لي: إثباتك؟ قلت له: الإثبات موجود في تاريخ 8/4/2019 في طلب اتقدم لحضرتك. قال لي: في أي مكان؟ قلت له: في إدارة الإنتاج، وحتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء منه. في نفس التاخد خلصنا اكتر من وزاره اكتر من مكان. قال لي: عند مين؟ قلت له: في الانتاج. قال لي: ما تقفلش، خليك معايا. اتصل على البشمهندس مصطفى، محترم البشمهندس مصطفى، مؤدب خلوق. بشمهندس مصطفى معالي الوزير اللي بيكلمه: ايه حكايه تاخير الاوراق؟ قال له: بخصوص، قال له: معايا رمضان وسامعك في المكالمه، وبيقول ان في طلبات متقدمه من تاريخ 8/4 وما خلصتش. قال له: اه فعلا ما خلصتش عشان لجان ومش لجان. فقلت له: معالي المحافظ، وفي وجود الاستاذ كمال زعتر وفي وجود البشمهندس مصطفى، قلت له: معالي الوزير، كان الاول يقال ان حضرتك ما بتمضيش، وده اللي كان واصل لنا. حضرتك امرت بتشكيل اللجنه من شهر ويومين ولم يتم تحريك اي شيء. اذا معالي المحافظ المشكله مش مشكله توقيع حضرتك، المشكله ان السيستم اللي شغال في المحافظه فيه عوار، ربما من داخل الديوان ربما من خارج الديوان لسبب او اخر،
المهم بعد ما حضرتك وقعت حتى تاريخه شهر ويومين ما اتعملتش اللجنه. فقال للباشمهندس مصطفى رد على رمضان. باشمهندس مصطفى قال له اصل اللجان وانا اقدر واحترم الباشمهندس مصطفى ومتواصل معاه والراجل ما قصرش معانا في اي شيء. هاخد بس اتصل لعصام من السعوديه وهرجع للنقطه دي عشان مهمه جدا. السلام عليكم استاذ عصام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ عصام. يا ريت يا استاذ عصام وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ماشي حال. اتفضل يا استاذ عصام. ماشي الوقت يا استاذ عصام. بخصوص الاستاذ سامح السلف اللي اتصل دروك ومحرم حلاوه المولد ومحرم الاحتفال. تمام. تمام تمام. دلوقتي يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه ما بنات النجار بالعلو بالدفوف وبالمزامير ما قال لهمش ليه حرام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت عايز تقول ان النبي لما قبل بالدفوف ف بالامكان الاحتفال بمولد النبي والدفوف برضه؟ تقصد كده؟ يعني ما قال لهمش دي حرام مثلا ولا اي حاجه. طيب شكرا يا استاذ عصام. هرجع بس لجزئيه على السيد معالي المحافظ. فقال الباشمهندس مصطفى لما يكون طلب متقدم من تاريخ 8/4 وما يخلصش حرام تعطيل مصالح الناس. وقال كلمه جميله جدا جدا معالي المحافظ. قال يا ريت ان التعامل بعد كده يبقى بورقه وقلم. اي حد يدي طلب لاي موظف ياخد عليه تاريخ عشان نعرف فيما بعد مين اللي السبب في التاخير. وقال بالنص كده وانا معاه على التليفون باشمهندس مصطفى نسق مع الاستاذ علاء سلموا الاوراق رسميا اللي خلصت خلصها رسميا. انا عايز اقول للمحافظ الفيوم كده ثبت لنا يقينا ان السيد اللي هو عصام سعد ما كان يقال في الشارع انه يمتنع عن التوقيع او ليوقع اوراق تماما غير حقيقي. السيد المحافظ بنفس النص قال لي تعالى فتش مكتبي مش هتلاقي ورقه عندي ومستحيل ورقه تدخل عندي ما امضهاش. فبنقول يا جماعه اللي عنده اوراق يسلمها رسميا لديوان عام المحافظه. اللي يسلم اوراق رسميا وما فيش اجابه او رد عليها اتمنى ان ننسق مع بعض ونعرض على السيد المحافظ بعد اسبوع بعد 10 ايام بعد هذه الحلقه هننسى اللي عدى كله وهنبدا من جديد. اي حد عنده اوراق متاخره داخل ديوان عام محافظه الفيوم يراجع ويا ريت نتواصل مع بعض. انا بقول لمحافظ الفيوم استغلوا وجود السيد اللواء عصام سعد، راجل انساني بمعنى الكلمه، راجل يده نظيفه، راجل عامل متواجد في الشارع. هي كانت المشكله بس ان صوت الناس ما بيوصلش للسيد معالي المحافظ. فعلا كان في انقطاع بين الشارع الفيومي وما بين السيد المحافظ، سواء كان متعمد، سواء كان الامر خارج عن اراده الموظفين بيشحنوا له وقته، ايا كان السبب، في فعلا فراغ بين الشعب الفيومي وبين السيد المحافظ. النهارده فتحنا صفحه جديده مع السيد المحافظ. الراجل قال انا مستحيل ااخر اي حاجه واي حد يجي لي مكتبي واي حد يتواصل. وانا قلت لكم قبل كده والحلقه اللي عدت اعتقد ان السيد المحافظ ما عندوش الامور ما بتوصلش ليه فعشان كده في تاخير. فبنشكر السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبشكر اهل سوهاج ايضا الاستاذه سنيه عز الدين، الاستاذه زوبه، الاستاذ احمد حمادي. ويمكن يا جماعه الاستاذه سنيه لما رحنا استضافتنا عندهم في الديوان هي بيت عمد. فعلا الناس المحترمه انا بعتبر الاستاذه سنيه والاستاذه زوبه مش عايز اكبرهم اقول زي والدتي لا هم اخواتي الكبار. فعلا الواحده منهم ب 100 راجل. بشكر الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد والوفد المرافق له يعني تقريبا يومين عشان يروحوا سوهاج ويفتتحوا فرع المنظمه ويروحوا ديوان عام المحافظه ويزوروا اماكن ويلتقوا مع القيادات في محافظه سوهاج. وعايز اقول الشعب السوهاجي سمعت منه عن محافظته كلام جميل. انا طبيعتي اي انسان يتكلم على قريته على مركزه على محافظته بكلام جميل منسق يرفع الروح المعنويه ويقول ان هو بيحب بلده انا ببقى سعيد. اي انسان ملوش خير في بلده ملوش خير في حد تاني. معانا الاستاذ احمد من الفيوم. السلام عليكم. يا ريت يعود الاتصال مره ثانيه. فبنقول يا جماعه محافظه سوهاج محافظه كان فيها تكاتف حلو قوي حتى داخل ديوان عام المحافظه كل اللي موجودين يرحبوا بينا واهلا بيه مقابله جميله التعامل بينهم وبين بعض يبدو ان هو جميل
كله بيرتقي ان عايز محافظته احسن محافظه واجمل محافظه، ويكلمك عن المحافظه بكلام جميل وعن المشروعات في المحافظه، وفاتح لك حتى يمكن الواحد طلع من محافظه سوهاج لولا بس الطريق المكسر ما بين المنيا وما بين الفيوم تقريبا لا يصلح للاستخدام باي حال من الاحوال. فهي النقطه الوحيده، اتمنى من السيد الوزير المحترم كامل الوزير وزير النقل يكلف هيئه الطرق ان هذا الطريق ما بين المنيا وما بين الفيوم الطريق الغربي يكون افضل من كده، في ظل شبكه الطرق عندنا جميله ولا اروع ولا اجمل الا هذا الطريق بس. الحاج معانا الاستاذ احمد من الفيوم. السلام عليكم استاذ احمد. الو، السلام عليكم دكتور رمضان. وعليكم السلام استاذ احمد. معلش يا دكتور رمضان، انا اسف يعني اذا كنت يعني بعمل اتصال حاليا دلوقتي، بس والله يعني انا غصب عني انا بعمل اتصال حاليا دلوقتي، يعني اخر حاجه اتلجأت ليها ان انا بتكلم اعلاميا. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، ويعني انا كمواطن تمام بشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور رمضان على اللي بتقدمه ومن صراحتك، ويعني يعني بصراحه يعني ربنا يجازيك كل خير. بس انا يعني ربنا يبارك لك، انا عندي شكوى مش عارف اقدمها لمين، مش اقدمها غير لربنا ونعم بالله ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي فقط لا غير. تمام. لان احنا حصل عندنا حادثه امبارح في الفيوم، وبقولها علنا اهو، في الفيوم حصل حادثه وكان هيروح فيها ارواح لولا يعني ستر ربنا. والاسعاف لما اخذت شالت اللي عملوا الحادثه وودوها المستشفى العام قعدت اكتر ساعات في العنايه المركزه لا حياه لمن تنادي. يعني وصل المستشفى العام بالفيوم؟ وصل المستشفى العام بالفيوم. انا شخصيا اتصلت على الدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى حوالي تقريبا مليون مره، تمام، انه طبعا كان تليفونه طبعا مقفول، ولما اتفتح كلمته كتير جدا جدا، يكنسل ويقفل يكنسل ويقفل، تمام، وطبعا لا حياه لمن تنادي. الدكتوره امال ما اتصلتش عليها وكاله الوزاره؟ الدكتوره امال اكيد طبعا ما هيش فاضيه، الله اعلم كان عندها ايه. انت اتصلت عليها ولا ما اتصلتش عليها؟ اتصلت عليها يا فندم كتير جدا جدا، بتكنسل وبرده ما تردش، بتكنسل وما تردش. تمام. انا لحد ما وصلت لمكتب وزير الصحه قالوا لي لا والله الشكاوى عند مين؟ عند الدكتور خالد مجاهد المتحدث اللي رسمي باسم وزاره الصحه. اتصلت تمام. عليه وبعت له على الواتس بتاعه وشاف الرساله. تمام. وشاف الرساله. تمام. بقول له احنا بنستغيث بربنا ثم بيك، الحقنا هتحصل حاله وفاه. تمام. شاف الرساله وللاسف ما ردش. تمام. للاسف الشديد ما ردش. اضطريت ان انا اتصل باعضاء مجلس النواب المحترمين بتوع الفيوم، من ضمنهم طبعا يعني مش عارف اذكر اسماء. لا لا بدون اسماء. حد استجاب معاك يعني من الاخر؟ في حد استجاب منهم؟ للاسف الشريف انا للاسف الشديد. طيب خلاص طالما حد استجاب من الاسماء ليه بقى؟ يعني اعضاء مجلس النواب بتوع الفيوم. حد استجاب منهم ليك؟ مفيش حد، كل ما اتصل على عضو مجلس نواب يقول لي خلاص يا استاذ احمد احنا هنبعت لك حد المستشفى وان شاء الله هيشوف اللازم. تمام؟ وخلاص كلام زي اي كلام، ونفترض ان هو العيان ده مات، ايه المشكله يعني؟ مش هيجد والله ولا هيعمل اي جديد مع اعضاء مجلس النواب. حصل ايه بعد كده؟ اتصلت على برضو يعني على راسي طبعا، ومعرفش طبعا ايه ظروفه الست اللي هو عصام سعد، برضو للاسف برضو الشديد ما ردش عليا. تمام. الاطباء رحنا، تخيل يا دكتور رمضان ان احنا في مستشفى عام ونروح نجيب دكتور من بره المستشفى خالص، تمام، وندفع له 700 جنيه ولا 800 جنيه عشان يشخص الوضع. لحظه، انت جبت دكتور من بره دخل المستشفى العام عشان يكشف عليه داخل المستشفى العام؟ شفت بقى يا دكتور، لا حصل الكلام ده فعلا. حصل الكلام ده امبارح ان يعني هنسيب الشباب يموتوا، هنسيب الشباب يا دكتور يموتوا. وبعدين شخص ان هو عنده نزيف على المخ واتجاج على المخ. تمام. طب ايه المطلوب يا دكتور؟ عايزين اسعاف مجهزه، تمام، عشان مش هينفع ان هو يتنقل كده يعني هباء كده وخلاص لاي مستشفى تخصصي. اضطرينا ان احنا نجيب اسعاف مجهزه. الاسعاف المجهزه يا دكتور عشان نجيبها قعدنا برضو ساعتين ثلاثه اربعه، واخد بالك، عشان ربنا يكرمنا باسعاف مجهزه لما تيجي. مستشفى عام ما فيهاش اسعاف مجهزه يا دكتور. المهم برضو جبنا واستنينا ورحنا مستشفى الندى، مستشفى الندى التخصصي، عشان خاطر ندخل المستشفى طبعا لازم ندفع مبلغ وقدره. تمام. طب استاذ احمد بس انجز بس عشان الوقت، بس الله يرضى عليك.
انا معلش انا اسف لطول المكالمه، بس يعني فضلنا نستلف طبعا اللي معاه 20 جنيه واللي 100 جنيه والكلام ده كله لحد ما حجزنا لمينا مبلغ ودخلناه المستشفى. تمام، تخيل يا دكتور مين اللي رد عليا في الوقت ده؟ مين؟ المحترم اخونا الكبير وربنا يجازيه كل خير واللي هنزعل عليه طول عمرنا، الدكتور صلاح تربه. تمام، طيب. هو اللي رد عليا وقال لي خلاص ان شاء الله هنعمل 1 2 3 وهات الورق بتاعه، وكان عنده تامين، هو طبعا طلع عنده تامين. تمام، والراجل اتفضل مشكورا وجزاه الله كل خير، قام معانا بالواجب وزياده وزياده وزياده. طب استاذ احمد انا شاكر ليك على اتصال، اتمنى من ربنا يشفي المريض، لكن هي رساله للدكتور امل هاشم، للواء عصام سعد، للسيد الدكتور خالد مجاهد. يعني يا جماعه دي حلقه انسانيه، ما حد يتصل عليكم في حاجه كده بيبقى عايزكم تردوا عليه. نواب الفيوم خلاص يعني لله، مش لازم يعني تعرفه، مش لازم يكون من دايرتك، اتحرك. اما بقى الدكتور صلاح طلبه، للامانه هذا الشخص هنخسره في محافظه الفيوم بعد بلوغ سن المعاش خلال هذا الشهر، واتمنى من وزاره الصحه والقائمين على امر التامين الصحي محافظه الفيوم لو في امكانيه تجديد للدكتور صلاح طلبه يكون ممتاز جدا جدا. اكيد الراجل عايز يستريح مش عايز يشتغل، بس للامانه عامل شغل عالي في الفيوم، ما فيش حد بيروح له بحاله انسانيه الا وبيقف معاه وبيعمل اللي عليه. انا مش عايز اقول الكلام ده قانوني ينفع او ما ينفعش، لكن بقول اذا كان بالامكان تمديد سنه للدكتور صلاح طلبه او اللي هيجي بعد كده، مش عارفين مين اللي هيجي، يكون عنده نفس الرؤيه ونفس الخدمه، عشان الناس هتقارن بين الدكتور صلاح وما بين اي حد هيجي بعد منه، واعتقد هيكون اللي هيجي تحت ضغط، لان الدكتور صلاح صراحه 24 ساعه بيرد على تليفوناته، عامل شغل عالي جدا جدا في محافظه الفيوم. اقول لكم على حاجه، احيانا بنتصل بيه عشان يتوسط لينا في تامين صحي في محافظات تانية غير محافظه الفيوم. يمكن على الاعداد جاب سريع الدكتور صلاح طلبه. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم وبركاته. دكتور صلاح، اولا انا شاكر ليك، يعني ما من انسان لا يشكر في حضرتك، رمضان. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وحاله امس الاستاذ احمد لسه بيتكلم عن حضرتك وقف حضرتك جنبه. انا عايز اقول لك ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك، وانت لسه مش معايا على الهوا، انا بعمل مناشده لوزاره الصحه للتامين الصحي اذا بالامكان تمديد سنه للدكتور صلاح طلبه، عشان ما فيش وقت يا دكتور، انا عايز كلمه من حضرتك اخيره. والله بقول كل عام ومصر والأمة الإسلامية بخير، أعاد الله على مصر بالأمن والصلاح وراحة البال يا رب، ومتشكرين جدا على شعورك في رمضان والإخوة كلهم، وحابب برضو أشكر كل من الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، والشكر الجزيل للدكتور عباد قاسم رئيس الهيئة الحالي لما وجدته منهم من حب لمصر ولخدمة المرضى، والشكر الوفير للمكتب الفني على رأسهم الدكتورة منال عرفة والدكتور نجلاء يحيى، والشكر الخاص للدكتورة هبة عاطف لما وجدته فيها من تعاون لخدمة المرضى. ولا أنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دكتور صلاح طلبة، يعني الإسلامية بخير ومصر بخير يا رب إن شاء الله، وأنت بألف صحة وسلامة، وإن شاء الله برنامج مع القادة خلال هذه الأيام سوف يذهب إلى حضرتك تقديم الشكر لإنسان قدم لبلده الكثير، قدم لكل من يحتاجه الكثير. شكرا دكتور صلاح طلبه، كل عام وانت بخير. مشاهدينا الكرام، يعني في حاجات كده كنت عايز اتكلم عنها، تهنئه لفريق طبهار فاز النهارده، تهنئه لفريق سيلة فاز النهارده، حاجات كتيره جدا كانت معايا، لكن للاسف ضيق الوقت، بس ان شاء الله الايام قادمه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا وعليكم هذه الايام بالخير والبركات، وإلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.